تعرف ان انا رغم ان انا بعشق السينما من وانا صغير بس دي اول مره احضر تصوير بجد. طب بتحب بقى انهي نوع في السينما؟ لا سينما التحرير اكتر سينما بحبها. شارع الدق بيبقى رايق كده بالليل وتخلص كده يعني رايح بقى واكل شاورما عند سمسمه تحفه. مطلع انت بقى على ملف السينما يعني تعرف معلومات؟ يا ابني بقول لك من وانا صغير بقرا في السينما عارف كل حقيقه. انت عارف ان عمر الشريف ونور الشريف وشارع شريف الثلاثه مش اخوات؟ امال ايه؟ تشابه شريف يا راجل. طب تعالى بقى نشوف فيلم البدله ده عشان نخلص. بتاع تامر حسني ده انا نفسي اشوفه. انت ما شفتوش؟ لا اصل كنت بمثل فيه فما لحقتش. يا انسة حضرتك احنا اللي كنا بعنا لك البدله اللي انتوا هتصوروا بيها كمان شويه. معلش احنا اكتشفنا ان البدله فيها ديفو الستانة كرم البطانه فاحنا محتاجينها. بص هو اولا ميرسي جدا على امانتكم بس بعد المشهد ده عشان البدله دي احتياطي. يعني ايه البدله دي معدن احتياطي؟ يعني هتنزل اخر ربع ساعه في الفيلم زي وليد سليمان كده؟ يعني ايه احتياطي؟ لا هنركب لها فيوز فلو ضرب لازم يكون في بدله واحده تانية احتياطي ليها. وانتوا ليه هتركبوا لها فيوز؟ هي ما بتدورش؟ طب ما تبصوا على ضفيره الكهرباء يمكن فيها مشكله او حاجه. لا فيوز عشان لما تضرب. حركت قصدي فيوزات ضرب نار يعني. فيوز ضرب نار. لا ان شاء الله ما تعدهوش والله. انتوا بروفيشنال جدا كلكم ما شاء الله منتهى الاحترافيه وعاملين شغل عظيم. لسه المخرج دلوقتي كان عامل بلوفر كده ايه التحفه اللي احنا شفناها دي بجد ايه التحفه دي. لا عاملين شغل بلجيكي حاله حلوه قوي. ميرسي جدا. طيب هستاذنك احنا ممكن بس نقف نتفرج مش من غير ما هنعمل صوت خالص مش هنتشقى. يا ريت من غير صوت خالص. من غير صوت والله. بعد اذنكم. دي اول مره نحضر تصوير. عن اذنكم؟ اتفضلي طبعا. بقى بنهزر بنجربها يعني. اول ما اقول اكشن مروان هيخرج من البيت هيقف في مكانه وهيقول جملته. اوكي؟ يلا يا اساتذه. هو ليه قبل المشهد بيقول اند اكشن؟ علشان نوعية الفيلم اكشن. يعني لو هو كوميدي هيقول اند كوميدي. لو دراما يقول اند دراما. هم كلهم يبداوا يمثلوا. مين الحيوان اللي بيتكلم؟ ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه بنصور فيلم يا جماعه. انتوا مين يا ابني واقفين هنا ليه؟ حضرتك احنا تبع البدله. انا صاحب البدله. وانا اخوها. انا اخو البدله. في حد تاني مع البدله يا ظريف ولا خلاص كده؟ انت ايه بتعملوا فيلم كوميدي ها؟ بس يا حبيبي بس يا بابا وايه اللي انت لابسه ده؟ لا انت هتستظرف على لبسي ولا ايه؟ هو انت المشهب موترك هتطلعه علينا ولا ايه؟ ما تشوف شغلك حضرتك. صوت يا ابني. حضرتك الله. صوت يا اساتذه. الادب دي. ستاند باي. خش كلاك. اتفضل. بومبا هو ايه خش كلاك اللي هو قالها دي؟ يعني ايه كلاك؟ هو المخرج ده من هواة تربية الكلاك دي هوايته يعني. ايوه صح صح. انا المخرج ده قريت مره في مجله ان مراته طلبت الطلاق عشان كانت رافضه تدخل كلاك البيت بتصلي بقى وكده. بس هو ده المخرج؟ ايوه. طب هو ليه سايب شغله وقاعد يتفرج على التلفزيون؟ اهمال. انا مش مصدق ان اخيرا هشفي غليلي. جاهز تقابل اللي خلقك؟ جاهز. ايه قولكم يا رجال؟ اكلوا مين البهايم اللي اتكلموا؟ انا. الله يخرب بيوتكم واسطول المشهد. معلش اندمجنا بس مع الفيلم. هاتوا لي البدله الثانيه. حاضر. لو سمحت لو سمحت. هو معنى اللي حصل ده وهاتوا لي البدله الثانيه ان انتوا هتستخدموا بقى البدله اللي احنا بعناها هنا؟ دي مصيبه. تعرف معنى كده ايه؟ ان لو البدله دي كمان باظت اكيد معاكم بدله ثالثه. هي دي هي البدله. هو ده اللي همك ان معاهمش بدله ثالثه ولا الحاجه اللي في البدله بتاعتنا؟ طب معلش استسمحك ممكن بس تجيبي لنا البدله قبل ما تركبوا فيها الفوزيات ناخد بس منها حاجه ونرجعها لكم؟ لا ما ينفعش خالص. يلا بسرعه البدله فين؟ طيب ماشي حاضر.